السلام عليكم. برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومنظمة اليونسكو استضافت ورشة عمل أولية لوضع إطار تخطيطي لإعادة إعمار الموصل. الورشة أقيمت بجامعة الموصل وشارك بها قادة وخبراء من حكومة العراق والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية. اللي يتبين من خلال الدراسات المقدمة أنه التصميم الأساس للموصل بقى دون تحديث من سنة 1974 والحد اليوم، وهذا أدى بالتالي إلى نمو المستوطنات العشوائية بدون بنية تحتية أو خدمات اجتماعية كافية. أما البيان اللي صدر عن الورشة فأكد جملة قضايا، منها أن انعدام الحصول على الأراضي والمساكن خلق مظالم بين سكان المدينة، وهذا أسهم بزيادة التطرف والعنف. وقال أيضا أنه إعادة الموصل لمكانتها ما قبل داعش غير مجدية ما لم يتم تطوير رؤية حضرية تتمحور حول الناس بالمستقبل. البيان أكد أيضا أنه الإطار التخطيطي الأولي لإعادة إعمار الموصل هو رؤية واستراتيجية تشاركية شاملة مدعومة بالبيانات اللي راح تسهل انتقال المدينة من مرحلة الاستجابة للطوارئ ومرحلة الاستقرار إلى إعادة الإعمار. بيان ورشة إعادة إعمار الموصل الأثار انتباهنا اليوم. أما ملفنا لهذه الليلة فهو رئيس الوزراء 5 و5 كل من غار. يا ناس يا عالم، الحاضر يسمع الغايب. منو شايف رئيس وزراء حازم وقوي وشجاع طلع يدور على ناس تدعمه والهسه ما رجع؟ اللي يلقاه يجيبه للمنطقة الخضراء، لأنه التنافس على أشده ولازم ينحسم الموضوع. هيك المنادي نادي هالأيام بكواليس الكتل والأحزاب وبكواليس بيوت النجف وبغرف السفارات. منو صاحب الحظ اللي ينطبق عليه الوصف؟ خل نجي للأسماء المرشحة ونشوف. أخذ عندك أغاتي، حيدر العبادي، هادي العامري، فارح الفياض، عادل عبد المهدي، وجوكر الدعوة طارق نجم. أولاً العبادي شغلته محيرة وينطبق عليه وصف المدلل. الأمم المتحدة تحبه بدليل البارحة يانكوبيتش مدحه أمام مجلس الأمن ونوه بطريقة معالجته لمطالب المحتجين. علاقته بواشنطن زينة بدليل البارحة خلى ترامب ينتعش من أعلن التزامه بالعقوبات على إيران. بس هل هذا يكفي؟ لا طبعاً ما يكفي، طالما المدلل خارجيا ائتلافه متصدع وحزبه منقسم حوله، بل طالما النجف تشكك به ومقتدى الصدر دايخ وياه. مع هذا ابو يسر مسيطر ويتصرف تصرف الواثق من مصيره، لهذا جاي يفتح ملفات فساد بقوه. واسبوع الجاي عنده مفاجاه بهالخصوص ممكن تقوي موقفه اكثر. عوفوا العبادي وتعالوا للشيخ فالح الفياض، نقول عنه الشيخ كونه شيخ بالفعل ومواقفه السياسيه بيها ريحه شيوخ. الامور عنده موزونه، ما مستعجل على رزقه ولا يخلي نفسه بمكان ممكن يجي واحد غيره ويقول له قوم منه. لهذا الرجل لا زال مرشح ولا زالت عنده حظوظ قياسا برفاقه. هادي العامري مثلا واحد منهم يحمل نفس نسبة الحظ تقريبا، نسبة حظ مو كافية رغم انه كتلته مستقرة عليه وما له منافس، بس هذا كله ما يشفع له كونه مرتبط بإيران ويزعم فصيل مسلح. يعني منو يقدر يتخيل انه واشنطن او لندن او اطراف غربية اخرى مؤثرة ترضى بحليف استراتيجي للمرشد الاعلى بهالظروف؟ ناهيك عن اعتراض المرجعية على اي مرشح قريب من طهران، وأولهم وأبرزهم وأسنهم هو هادي العامري. هسه ما باقي غير عادل عبد المهدي وطارق نجم. أما عبد المهدي المترقب
فهو مرشح مزمن بكل الدورات، تلقاه واقف عتل يباوع على الريسز على امل الاحصنه تتعثر قبل خط النهايه فينزل هو ويحسمها. وللاسف بكل الدورات الاحصنه ما تعثرت، ودائما كان عبد المهدي ينزل من التل وهو يقول ما مقسومه. اي نعم، الحظوظ تلعب دور، والرجل الحظ ما وافقه، ولو اتيح له الصولجان لحملهم على الجادة مثل ما محبي يقولون، واللي هالأيام انشطروا بين الحكمة والمجلس الأعلى. طيب طارق نجم شلون ممكن نوصفه؟ طارق نجم ببساطة هو الجوكر اللي ممكن يفوز بكل الحالات، ومو مستبعد نشوفه رئيس وزراء إذا وصل رفاقه بحزب الدعوة إلى طريق مسدود. نعم، صاحبنا نجم طارق بكل دورة ينزل من السماء بسرعة البرق وما ادري وين يروح وراها. هالمرة ممكن ينزل للخضراء لأنه ماكو عليه أي اعتراض لا خارجي ولا داخلي. واشنطن ولندن ما عندهم مشكلة وياه، إيران أيضا لا، وحتى المرجعية. نقطة الضعف الوحيدة عنده هو رغبة القوى الشيعية بإخراج رئاسة الوزراء من حزب الدعوة. هسه الخلاصة شنو؟ الخلاصة هو أنه التنافس شديد، والمنادي بعده ينادي، منو شايف رئيس وزراء حازم وقوي وشجاع؟ وبرأينا ممكن هيك شخص يلقي ببساطة في حال تحولت رئاسة الوزراء إلى مؤسسة يشارك بها المرشحين الخمسة كلهم. هذا الاقتراح نتاج مخيلة خصبة، والحل ممكن الربع يتفقون على تقاسم المهام بيناتهم، كلهم أقوياء وعدهم ظهر، يوزعون الملفات المهمة بيناتهم ويشتغلون لبلدهم. وماكو داعي للمنادي اللي يفتر بالكواليس منو شايف رئيس وزراء حازم وقوي وشجاع. اي نعم، سووها مؤسسة ولقونا حل عملي بدل هالدوخة هاي، سووها وإلا نطلع ندور وياكم، ولو احنا لو هذا الحازم والقوي والشجاع. ايش طلعت هاي؟ أرحب بكم وأناقش من هو رئيس الوزراء القادم من بين الخمسة، الأسماء متداولة هذه الأيام، مع كل من السيد أحمد الأسد عضو ائتلاف الفتح، كذلك مع السيد باسم العوالي الكاتب والمحلل السياسي، ومع الباحث في الشأن العراقي الدكتور أحمد الأبيض. حياكم الله ضيوف الكرام. حياك الله. احنا شوية تأخرنا على التقرير، شوية طول ثلاث ضيوف، فحنحاول قدر الإمكان إجابتنا تكون سريعة. يعني من أقول من هو رئيس الوزراء القادم بكلمة واحدة من بين الدور الخمس؟ ستحسمه حوارات الكتل السياسية، ربما منهم وربما من غيرهم، إلى الآن لم يحسب الموضوع لأنه لم يناقش، لذلك لم يحسب. شو لم يناقش؟ اعطيني اسم مثلا. لا، لم يناقش الفتح مرشح السيد هادي العامري إلى الآن، على الأقل نحن في الفتح لم نناقش من هو رئيس الوزراء مع جميع القوى السياسية، ومن لديه دليل من القوى السياسية يعني فرصة واحد من هاي الأسماء الخمسة تعادل فرصة أي اسم آخر ما مطروح؟ لا لا، هذه الأسماء متداولة كمؤهلين لأن يكونون جزءا من الأسماء. وأنا سألتك عن قناعتك الشخصية. لا أستطيع أن أتحدث بقناعتي الشخصية، لا قرار تحالف ولا ائتلاف ولا فتح. لا أستطيع أن أتحدث بقناعتي الشخصية لأن أنا هنا لا محلل سياسي ولا كاتب ولا إعلامي، مع احترامي للجميع أنا ممثل كتلة سياسية، فحينما أقول فلان معناها طبعا بالتأكيد نحن في الفتح من لم نعلنه رسميا إلى الآن، لكن أكيد مرشحنا هو هادي العامري. لكن من هو الذي سيحوز بالنتيجة على قرار الكتل السياسية؟ ما محسوم. أي طبعا، لأن عندكم تواصل ويا القانون، وتخاف أبو شرايز على إذا تقول هادي العامري لازم. عندنا تواصل مع النصر زي. مع الحكمة ومع سائرون ومع الكرد ومع السنة. زين، يحتاج أسألك أستاذ باسم، لو خلاص أعرف الإجابة أن السيد العبادي هو من سيكون رئيس وزراء بين الخمسة. تحياتي لك أحمد، زميلي الكريمين، مشاهدي الكرام. أنا على الموقف شوية أخاف من أبو جعفر لأن أنا كاتب ومحلل سياسي، يعني أستطيع أن أقول رأيي. علمني التحليل السياسي دائما أن أتمسك بمعطياته مع وجود اللقاءات والمعلومات الخاصة. خارطة المعلومات السياسية، التحليل السياسي اللي أمامي لحد الآن لا زال العبادي هو المرشح الوحيد، المرشح رسميا، وليمتلك العلاقات وهو المؤهل. إلى بعد أسبوع أسبوعين ثلاثة أشهر يصير غيره، أنا أتحدث اليوم معك في اللقاء الأكثر حظوظ حيدر العبادي. حيدر العبادي. نعم. دكتور احمد، تحياتي لك ولل
الأخوة الأعزاء أستاذ أحمد السيدي. تحياتي لكم. حياك الله. معكم أنا مستعجل. السؤال كان محرج أستاذ أحمد. السؤال كان محرج. جواب واحد وتحيا الضيوف وتحيا. وبعدين جاوب بالأخير. أنا يعني ما أعيد ما قال السيد بأنه هو الأوفر حظا، بس أنا أقول السيد العبادي بيده أوراق قوية وراح يستخدمها بهدوء ليس كسلفه طبعا. كان واضح جدا. شنو الأوراق اللي عند العبادي؟ أوراق منها الحقيقة ضغط على أنا بكل تأكيد أقول لك ضغط على الانتخابات ومسار إعلان نتائجها وما شابه ذلك، استخدامه لأوراق ما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد. طبعا هاي ما راح تكون على الأشخاص بالمناسبة، راح تكون على الكتل والقوة اللي وناها. بالحالة راح يضعف حظوظه لأنه ما راح يخلي له صديج. هو بالأخير هو ذاهب إلى آخر المطاف طبعا، أما أن يكسبها للجولة أو يخسرها كليا، بس إذا خسرها هالمرة راح يخسر حزب الدعوة وياه، يعني راح ينفضها القضية من حزب الدعوة، وبالتالي يستطيع أن يخلق تفاهمات مع جهات أخرى. أنا بتقديري المرحلة هاي تطول 6 أشهر. 6 أشهر. نعم. زين. من هنا إلى شهر 12 يمكن لو نشوف حكومة ولا. يفاجئون الزملاء هسه يقولوا لي إحنا كان أما ينضمنا أو ما ينضمنا سيد عواد العوادي، هسه أكو خلل فني صلحوه ضمنا سيد عواد العوادي. راح بيك سيد عواد. ما أدري سمعت الحوار ولا. سؤال، من هو رئيس الوزراء القادم اللي تنطبق عليه 40 شرط من شروط السيد مقتدى الصدر؟ مين راح تجيبوه هذا؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم وعلى ضيوفك الكرام. لا، العراق بكثير من الشخصيات الوطنية المستقلة الشجاعة القوية اللي هي مطلب الجماهير ومطلب المرجعية ومطلب أيضا سماحة السيد. وهذا مو صعب أن يكون هنالك رئيس وزراء يتحمل هذه المسؤولية. الحقيقة الآن نحن على مفترق طرق، والكل يعترف بأن الخطر المحدق بالعراق خطر كبير جدا. جيد. وضيوفك أيضا سيد عواد، سيد عواد، الأسماء الخمسة اللي اليوم مسوين حلقة، الأسماء الخمسة المتداولة اللي اليوم نريد نناقش حظوظهم، عناصر قوتهم، مكامن ضعف عدهم، عفوا مو كشخصيات، مكامن الضعف في إمكانيتهم للوصول إلى هالمنصب. أكو واحد بيوم تنطبق عليه الشروط 40 مع السيد مقتدى؟ له خلص السيد مقتدى الصدر يقول أنه ولا واحد من دول الخمسة يصير رئيس وزراء، ولا واحد تنطبق عليه الشروط، لأنه جميعهم ولا واحد تنطبق عليه الشروط، جميعهم لحد الآن يؤمنون بالمحاصصة. وبشركم بالمعارضة الآن بتوزيع المغانم. وبشركم بتبوأ موقع المعارضة. سيد المعارضة البناءة شرف إنه إذا ما ندخل بمحاصصة الأحزاب ومغانم السلطة. اليوم حجاها السيد. هذه مو جديدة علينا المعارضة. اليوم نعم. حجاها السيد رات جبهة معارضة مو بس معارضة. أحسنت. وجبهة المعارضة هو مو عيب، بالعكس هذا قرار شجاع. ما أي واحد يقدر يتخذه. هذا بيصير يتخذ الوطني اللي يعرف مستوى أنه تحمل المسؤولية. وكل الآن اللي موجودين هم يذهبون إلى الذهاب إلى التمسك بالسلطة. واضح سيد عواد. الدولة وهذا مشروع حكومة. واضح. خليك وياي. إذن سيد أحمد سهلت الأمور عليكم. 40 شرط لسائرون أو السيد مقتدى الصدر ما راح تنطبق على أي مرشح متداول اسمه حاليا. هذا يعني يدفع بسائرون قد يرغبون بالذهاب للمعارضة أحسن. فسيرت الأمور عليكم. فضلنا يا أستاذ أحمد. أولا تحية لسيد العوادي باعتبار أنضم حديثا. تحية مرة أخرى للأخوة الأعزاء والأخوة المشاهدين الكرام. بالتأكيد الأمور في بناء سواء بناء الكتلة الأكبر أو تشكيل الحكومة أو تهيئة الاستمرار بمقدمات بناء الدولة لا تجري بهذه الطريقة، أنه تسهل عليه لأنه فلان يذهب إلى المعارضة أو فلان يأتي إلى الحكومة. بالتأكيد هناك كثير من القوى السياسية دعت في فترة الحملة الانتخابية إلى أن تكون حكومة أغلبية ومعارضة وحكومة وموالاة. مقاربة هذه النقطة يجب أن تكون أنني أدعو إلى أن أكون معارضة وحكومة، لكن ليس بشرط أن أكون أنا في هذه الحكومة. حينما أكون أنا في المعارضة مثلا ستكون هذه الإدارة السياسية غير مؤهلة وغير كفوة، وحينما أكون في الحكومة تكون مؤهلة وكفوة. لا، المقاربة
السليمة اللي يطرح مبدأ لازم يكون مؤمن به. أحسن في يكون مؤمن به. لذلك اليوم حتى خطوة السيد الصدر نفهمها يعني نقرأها من هذا الاتجاه، لا نقرأها أنها خطوة سلبية، مع أنه بعض الإشارات فيها احتمال السيد الصدر قال لك أنا يائس من موضوع أنه لا جماعة راح تحصل. لا أقول بعض الإشارات، بعض الإشارات في بيان السيد أو الورقة اللي نزلت، بعض الإشارات تشير فيها إلى أنه يعني السيد متأذي من يعني ليس ذاهبا إلى المعارضة كخيار ديمقراطي ما بين المعارضة والأغلبية، لكن إحنا نقرأها من زاوية أنه السيد لا زال إلى الآن يدعو إلى أن تكون حكومة ومعارضة، فطبيعي إن لم يقتنع بالتشكيلة الحكومية سواء كانت ككتلة أكبر أو برنامج حكومي قادم، من الطبيعي أن يذهب للمعارضة ويعمل معارضة إيجابية مثل ما قال السيد العوادي، وهذا أمر ممدوح كما أشارت المرجعية، حتى المظاهرات حينما تكون إيجابية وغير سلبية تكون ممدوحة ومدعومة. وين مؤهلات أو مقومات قوة سيد العبادي إذن سيد باسم؟ إذا 54 مقعد لسائرون باشر عقبة طريقة تشكيل الحكومة تعجب سيد مقتدى الصدر، من يتعامل العبادي حتى يحصل ولاية ثانية وتقول هو أكثر صاحب أكثر الحظوظ حاليا؟ شكرا لك أحمد مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. لا هو هذا سؤالك هذا بناء على يعني إذا ذهب السيد مقتدى الصدر راح إلى المعارضة، هسه هو سماحة السيد ألمح إلى هذا الخيار مو بمعنى أنه موافق أو أنه قرر، المعلومات الخاصة بعيدة عن ذلك. المعلومات الخاصة السيد مقتدى الصدر لا زال يؤمن أنه هو ومع الحكمة وهناك توافقات مع العراقية، وينتظر من قائمة النصر أو من رئيس زعيم قائمة النصر أن يحدد خياره في هذا الاتجاه. هذا الكلام واضح، وإذا ما حدد العبادي خياره باتجاه التشكيلة هذه فهي قادرة على أن تشكل. يقول لك سيد عواد الشروط ما تنطبق على أي واحد من الخمسة، يعني ما تنطبق على سيد العبادي. شوف يعني فقد النصر دعم 54 نائب لسائرون. لا شوف أنا مع احترامي يعني السيد العوادي أو لغير الأخوة في التيار الصدري، أولا أنت يعني الله سبحانه وتعالى على الأنبياء عموما ما وضع هيك 40 شرط لرئيس لأن يأتي نبي عند 40 شرط، يعني إحنا إمام الجماعة اللي إحنا نصلي وراء حتى الصلاة تروح للفوق للسماء السابعة مطلوب به ثلاث شروط. لا ذكر يمكن سبعة. ذكر و شو اسمه المطخ يعني اللهم صل على محمد وعلى محمد، ويجيد القراءة والكتابة 4-5 شروط حتى الأنبياء تطبق عليهم 5. 40 شرط بالنهاية أنا أعتقد يعني هو لعل السيد يتحدث أغلبها طبعا هي هم تتحدث عن برنامج حكومي. جيد أنا يعني الشروط اللي يهمني أنه من قراءة 40 شرط ما ينطبق على السيد العبادي، فقد السيد العبادي دعم السيد مقتدى الصدر بيش تقول هو مؤهل وعنده مقومات أنه لا زال، تقول لي مثلا الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تدعمه، بريطانيا لا زالت تدعمه. بعد عزيز أنا أعتقد بالنسبة هكذا أقرأ موقف سماحة السيد مقتدى الصدر باختصار. السيد الصدر طارح نفسه كأنه ما أناقش هنا بيان السيد مقتدى الصدر، أنا ما أناقش بيانه، راح لك حظوظ السيد العبادي ومقومات مؤهلات أنه ما زال مرشح قوي. شنو أنا حسب معلومات الخاصة السيد مقتدى الصدر لا زال يعتقد شخصا فردا إلى حد تقريبا أيام قليلة على أن السيد العبادي هو المرشح الأفضل وأنه مستعد أن يتحالف مع للمضي في تشكيل الكتلة الأكبر. راح يعرفون النصر من التيار الصدري جالس مع العكس من التيار الصدري، لكن هذا راح يؤدي إلى أن 28 نائب من النصر اللي هم جماعة الفضيلة وعطاء وحزب الإسلامي مستقلون. يعني هذا الكلام هو يرحون للجماعة، هذا الكلام هو ما صدر من قائمة النصر، هذا الكلام تهديدات يتحدث بها الأخوة في دولة القانون وقائمة الفتح بطريقة الابتزاز حقيقة غير الجميلة. طبعا لما يكون خصمك ورفيقك ورفيق دربك يعني في 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 المعارضة وفي الحكومة وعند قائمة تجي أنت تخلي تحت الابتزاز، أما تجي وياي أو أنا أشتت لك قائمتك وأسحب جماعتك وأنا بعدين هم أنطيهم مناصب وأنت تبقى على أي حال. أنا سمعت إنه الدكتور العبادي في لقاء الأخير تقريبا قبل 48 ساعة أو 72 ساعة مع الأخوة في النصر قال لهم والله أخوان اللي يريد يبقى حياه الله خليه على عيني وعلى رأسي. شكيت مترهي هو هذا سؤالي، واللي عنده قناعة ليش مترهي هذا سؤالي، واللي عنده قناعة يريد يروح مع أي كتلة عجبه خليه يتفضل يجي هنا أنا أهلا وسهلا ومرحبا به. صار تأكيد على أن الكتلة موحدة والكتلة لا تتفتت. بعدين في هذا التفتيت مع احترام للجميع
مو بيد هذه الكتلة وبيد هذه الكتلة. هذا التفتيت بعدين إذا أراد يتم فهو يخضع لقرارات دولية ويخضع لقرارات إقليمية، والقرارات الدولية والإقليم بالخصوص الإقليمية وبالخصوص خلنا أكد من الجيران، يعني إذا البعض سامعين إنهم إيران قادرين إيران. أو إن إيران لديها استعداد على أن تفتت كتلة النصر، أنا أؤكد لك على أن منهج الجمهورية الإسلامية في التعاطي مع الأحزاب والقيادات العراقية لا يصف في هذا الاتجاه مطلقا، وهي لا تستخدم هذه الأساليب. يعني مرة أخرى عزيز قد مترهي بحيث أنه البارحة المؤتمر الصحفي يقول نعم سألتزم بالعقوبات، وبعد إيران غير ساعية لتفتيت النصر، إن شاء الله نكمل بهذا الحديث. لكن هسه إذا فرضنا جدلا وسلمنا برؤية السيد باسم العوادي دكتور أحمد، وقلنا أنه صاحب أكبر الحظوظ هو السيد العبادي، تراتبيا قراءتك للساحة منو اللي يجي بعده؟ سيد هادي العامري لو خلينا نقول سيد طارق نجم، لو هناك من يقف ينتظر فت شهر شهر ونص أكو نظرية تنجلي غبرة ويطلع كمرشح تسوية السيد عادل عبد المهدي. راح بس أضيف شيء للسيد يمكن فاته، المشكلة في تفكك النصر تختلف عن القائمة العراقية وتختلف حتى عن دولة القانون اللي ما تفككت. طبعا تعرف المالكي ترك رئاسة الوزراء 4 سنوات ما تفككت دولة القانون وبقت حوالي محافظات لسبب أنه الكل صعدوا بأصوات المالكي أغلبهم. المجموعة الآن مع السيد العبادي ما صعدين بأصواته إلا القليل، يعني إلا جماعة بغداد اللي هم 8، بس البقية خالد العبيدي صاعد بصواته وأعلى من فأكو تنافس حقيقي داخل القائمة، وحتى الفضيلة مثلا صاعدين بصواتهم. لا هو تنافس يعني يقول طرف لو آني لو أنت لو قائمة تطرح متحدثين تنافس على مرشح الائتلاف لرئاسة الوزراء. لا قصدي أنه ما أعطيه كما تريد بالمطلق، يعني أنت جنابك المالكي كان جايب 700,000 صوت تذكر ايه؟ شخصيا جايب 700، صعدوا يا 28 من بغداد، كل اللي صعدوا من بغداد حتى الأخوة بدر صعدوا بأصوات المالكي معروفة زين. فلذلك يعني كعيب أخلاقي وعمل سياسي مو من السهولة أنه ينسحبون منه زين. لكن الآن أنت لما عندك بالقائمة فشخصين 3 مصعدين معاهم 5-6، مثلا خالد عبيدي مصعد وياه 7 زين، فبالتالي أنت ما قدرت تفرض عليه تملي إملاءات. خالد عبيدي الرجل يريد يصير رئيس برلمان، وش يريد عليهم الرجل؟ وما مو بنتيجة هذا ما يريد يملي عليهم، ما عنده مرشح آخر. حتى السيد فرح الفاهم داخل صرح تصريح رسمي قبل 3 أيام بالعراقية قال مرشح أستاذ أحمد خالد عبيدي الرجل عنده طموح أن يكون اسمح لي يكون رئيس برلمان، وأنت تعرف هاي القصة صعبه من حقه يقول لك أنا مرشح السنة وعندي أصوات. القائمة ما يصير تتحمل منصبين سيادي، يعني رئيس وزراء ورئاسة برلمان، فالحكي اللي تشبعه بالتلفزيون. سؤالي كان منو صاحب الحظ بالتراتبية يجي صاحب الحظ الثاني؟ أنا أعتقد من حيث القوة أنا أعتقد ليس فيه أحد باحترامي لهذا السيد العامري والكذا، وإحنا استثنينا اسميا طبعا ما أعرف ليش، إنه السيد المالكي والسيد علاوي، بس علاوي غير قصة. السيد المالكي عنده نظرية يعني أنا أسمحها وإحنا كنا نشتغل عليها، إنه إذا خرجت من حزب الدعوة نذهب إلى مرشح مستقل. هو مؤمن هذا يبدو انه السيد المالكي بهاي النظريه وده يعيدها، واحنا طبعا كنا معاها. ما تتوقع انه خيار انه تبقى في الدعوه وتذهب الى السيد طارق نجم هو اقرب من ان تخرج من الدعوه؟ طارق نجم الرجل الحقيقه ما عنده المؤهلات السياسيه، عنده كاريزما يجوز اداريه ليعرف شخصه، اما انه تحطه رئيس وزراء في هاي المرحله المتقاطعه بين امريكا وايران، على يمين راح تحسب على امريكا ما تقبل ايران، تحسب على ايران ما راح تقبل امريكا. العملية إرادة لها واحد حقيقة عنده كاريزما يستطيع أن يمسك هذه العصا أو قطعة الحديد الساخنة من النص، هاي قطعة الحديد الساخنة مو باردة مثل كل الدورات مال أوباما ورتبوها الجماعة والإيرانيين ومشيوها. الصراع ما بين إيران أستاذ أحمد وأمريكا جدي وحقيقي ليس صراع شكلي. واضح. سيد عواد ما أعرف يعني اللي يخلي 40 شرط لابد أنه أكو اسم بباله أو شخصية بباله ممكن أن يدعمها لرئاسة الوزراء، أو إنه اللي قاله السيد أحمد الأسدي واقعي إنه لا زال السيد مقتدى الصدر وإئتلاف سايرون داعم للسيد العبادي. مو أنا. أنت قبل شوي. أنا عفوا سيد باسم. قال شخصياً. تفضل. لا عمي أبو جعفر ما قال الرجال. نعم الأربعين شرط هي ليست جميعها في رئيس الوزراء، ولكن الأربعين شرط هي في رئيس الوزراء وطريقة التحالفات وأيضا برنامج تشكيل الحكومة. هاي نقطة مهمة خلي يعرفها أستاذ باسم. النقطة الثانية السيد ما يعتبر هذه الشروط هي الشروط
واقعية وأنه لازم الجميع يلتزم بها. يقول أغلب ولو يتحقق أغلب هذه الشروط هسه نحقق أغلب هذه الشروط ونعتقد بأنها شروط جوهرية. جميل كلامك. اثنين اللي تفضل به أحمد الأسدي واليوم ذكرها السيد في بيانه قال أنه إذا ما تحققت أغلب هذه الشروط فقسم قسم بأنه سوف نذهب إلى المعارضة. النقطة الثانية وهو مبدأ المعارضة. مبدأ المعارضة هو مو خيار، هو مو خيار إجا اعتباطا بأنه أني ضمن منهجيتي أروح للمعارضة. أنا إذا شفت الحكومة هي الحكومة لا تلبي مطالب الشعب العراقي أو المرجعية، إذن وهذه الحكومة وهذه التشكيلة وهذه التوليفة هي جاءت على المحاصصة والمغانم ولم تزيل الفاسدين بشكل كامل، وإنما هي مجاملات وقسم من هذه المطالب تنفذ لإرضاء الآخرين. فإذا أنا مجبر أنه أذهب إلى المعارضة، ولكن إذا كان خياري أنه حكومة قوية وحكومة ضمن برنامج صحيح يبني مؤسسات الدولة مرة أخرى سيد عواد عندكم اسم نذهب لتشكيل الحكومة إذا كانت أكو كتل تؤمن بهذا الشيء. عندكم اسم غير السيد العبادي خاصة وأنه مواقفكم نوعا ما هالأيام متناغمة، مواقف سيد مقتدى الصدر تحديدا متناغمة نوعا ما ويا مواقف المرجعية في النجف. المرجعية في النجف تسمع أنه عندها عدم رضا تقريبا على كل الطبقة وعدم رضا على كل رؤساء الوزراء السابقين والمطروحين حاليا، وأنتوا جاي تدورون وكأنه جاي لسان لسان النجف الناطق. يعني عندكم أحد ببالكم أحد تنتظرون هاي الأسماء الأربعة تتعب وعندكم واحد جاهز مستعدين تدعمون مثلا السيد عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء؟ نعم استاذ احمد، اكو نقطة مهمة جدا. انت لو تراجع كل المواقف، مواقف سماحة السيد مقتدى الصدر في من اليوم الاول لا يوجد هنالك خلاف مع متطلبات المرجعية، ماكو ترى تقاطع، بالعكس اكو هنالك توافق كبير في كل الامور، ليست في امور تشكيل الحكومة، في الامور السابقة. خلي نجي هسه احنا، انا بس بدي اسال سؤال، منو كان مدير مكتب رئيس الوزراء السابق نور المالكي، مدير مكتبه ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحه؟ مو طارق نجيم؟ لو لا لو انا ما ادري بيه. مو طارق نجيم الاولى 2006 2010 تنباع؟ مو كانت قاده الفرق تباع في مكتب القائد العام 2006 2010 مكتب القائد العام كان المنصبين سيد مو سيد كانت سيد. شبهات الفساد في هذا المكتب بأن كافة عمليات المقاولات ما عندي أحد من دولة القانون نادافع، عندي صديق دولة القانون وحليف دولة القانون. أوكي جيد أخونا أستاذ عادل المهدي مو طرح مرتي رئيس الوزراء. إحنا الآن تسألني سائرون عتم مرشح أي. سائرون عتم مرشح أجاوبك وبصراحة أجاوبك يا بصراحة، احنا ما نريد نعتمد على المرشح مو شخص أي. احنا نخلي برنامج واي واحد عنده الشخصيه المناسبه لتنفيذ هذا البرنامج الحكومي ينفذه. انتم تحبون تقدمون خدمه، انتم تحبون تاخذون وزارات تقدمون خدمه من خلال الوزارات، رئاسه الوزراء ليش تدوخون بها؟ اخذوا وزارات وقدموا خدمه، هذا الحكومات السابقه هيك اثبتت لنا. مو احنا سابقا عندنا تجربه مريره بهذه المساله، ب 2006 عندنا 6 وزراء خدميين وشفنا رئيس الوزراء ذهب لغير مجال وسمحت السيد سحب الوزراء وقال جيبهم، وايضا ب 2014 عندنا سحبنا كل الوزراء. احنا الان شو نسوي؟ احنا عندنا دقمه ونريد نفصل الاقاط، ما هذه خلينا نغادر هاي العقليه السياسيه الفاشله. والله خلينا نذهب انه نضع برنامج حكومي ونجيب شخصيه حاجة. والله خوش حاجة. نجيب شخصيه تنفذ هذا البرنامج. مو بس شخصيه استاذ احمد، ليش ما نفكر بان نجعل من هاي المؤسسه اللي هي رئاسه الوزراء مؤسسه حقيقيه؟ يعني كل الحوارات وهسه تنكر لي وتقول لي الاسماء ما انكر لك، انا راح اقول لك هسه شنو مشروعنا بالفتح اللي تطابق سمعتي دسيله ومع اللي تفضل بيه سيد العوالي. ما اعرف شو راح اسال. واضح لا فضل. الواضح عندي انه كل الحوارات منصبه من سيكون رئيس ابدا وزراء. واقول لك خلافا للواقع، سؤالك خلافا للواقع. الى الان سيد العواد تفضل يقول سيد العبادي هو المرشح الوحيد، ليش؟ لانه سيد العبادي هو الوحيد الذي يطرح نفسه مرشحا قبل ان نتحدث عن البرنامج الحكومي واليات تشكيل الكتله الاكبر ثم تشكيل الحكومة. طرح برنامج اما احنا العبادي. في الفتح لا طرح برنامج مو اقول ما طرح، اقول احنا الى الان مشروعنا هو التالي. انا عندي برنامج حكومي انا الفتح،
السيد مقتدى نزل برنامج الحكومي، السيد العبادي عنده برنامج حكومي، السيد مسعود البرزاني واليكتي والتغيير عندهم برنامج حكومي، بعض القوائم السنية عندها برنامج حكومي، نجتمع لنتفق على برنامج حكومي واقعي عملي يأخذ جميع المتطلبات، خطبة المرجعية، ورقة السيد مقتدى، المتظاهرين، الواقع المتأزم الذي يعيشه العراق، نتفق على هذا البرنامج، ثم بعد ذلك نتفق على آليات ومواصفات اختيار الشخص الذي يستطيع تنفيذ هذا البرنامج. سحسين، محمد، حازم، حيدر، حازم، حازم وقوي، هذا قرارنا. لذلك احنا بالفتح الى اليوم وشجاع الى اليوم زين. لم نناقش مع احد، وانا اقولها على الهواء، من هو رئيس الوزراء القادم، بل واحده من اسباب عدم اتفاقنا مع بعض القوى اننا لا نريد ان ادري بك حاضر مقدمة. انا ادري بك حاضر في معظم واهم هذه اللقاءات، والله لم نناقش من هو قسم. لا يمينا لم نناقش من هو رئيس الوزراء، بل طرحت علينا لمناقشتها ورفضناها. وأقول السيد العبادي ومفاوضي النصر في الأيام الأولى أنه حينما يجلسون للحوار والمفاوضات يقولون أن نشكل الكتلة الأكبر اللي العبادي رئيس وزراء بيها. السيد العبادي نقول مو نرفضه، نقول إحنا نريد نشكل الكتلة الأكبر أو نذهب باتجاه تشكيل هذه الكتلة لنتفق أو نختلف على البرنامج، بعدين نتعارك على الأسماء. لا ترجعونا للأولية، تجي التحالف الوطني يجتمع ويختار فلان رئيس وزراء وبعدين الاكراد ما يقبلون. شنو اللي يجبر اي رئيس وزراء قادم، شنو اللي يجبر اي رئيس وزراء قادم ان ياخذ برنامج لكتل سياسيه وتعال نفذ لنا اياه؟ هاي مسؤوليته، باكر عقبه النجاح ينحسب له والفشل، والفشل عليه. على اي اساس بالبرنامج يفرض عليه فرض؟ لا لا مو فرض، هو هذه القوى السياسيه اولا ما راح تجيب رئيس وزراء من السماء، هي راح تجي تتعامل مع الواقع، الواقع اللي المظاهرات ساخنه وماليه الشوارع، المرجعيه التي تقول هذه هي الفرصة الأخيرة وإلا يعني مو قضية سر ومخفية زي. هذه الكتل إذا قاربت تشكيل الحكومة بنفس آلية وعقلية 2014 و10 و6 فخلي تروح منها، ستستقيل أحسنها، النتائج واضحة ومعلومة، الشارع هو سيكون الحكم، وعليه نريد نتفق كقوى سياسية مدركة للمخاطر الكبيرة زي. نتفق على برنامج ثم نأتي لنتفق أيضا على زي. مواصفات الشخص الذي ينفذ هذا البرنامج. سيد باسم، ليش ما يرضخ سيد العبادي لهذا؟ ليش يحاول يشغل البلد بأزمات؟ يعني شنو يتذكر لقضية صار لها من 2012-2011 رايحة للنزاهة وعنده نية يفتح ملفات ويريد يخلط الجو؟ ليش؟ هل جاي يحاول بغياب مجلس النواب يحاول يبقى قدر الإمكان بالسلطة، ينتظر شيما يستسلم الجميع لأن أنه أنا باقي الولاية الثانية؟ شكرا أحمد. في البداية يعني خليني أنا بس أرد على أبو جعفر حول هذا المشروع، لأن برنامج هذا الحكومي هي الفكرة هذه مطروحة كثيرا ويتم الحديث عنها. وانتبه لهذه الفكرة فضفاضة يا أبو جعفر، أنت تعرف كل الزين إحنا عبارة عن ثلاث مكونات في داخل المجتمع العراقي ومقسمة علينا المناصب. انت الان لما تجي طرف من الشيء بس ثلاث مكونات مستحوذه على اكثر من 15 مكون. اختلف وياك، اقول ان انت لما اكو غالبيه من ابناء المكون مالك تقول لك يابا احنا ما نقبل ان انت تنقل قضيتنا تخليها امام الناس حتى تدخل كل الاطراف ان يكون لها صوت في راس الوزراء الشيعي، وبالتالي ما دام هيك القضيه لازم الاخوه كذلك في المكونات السنيه الكريمه والكرديه الكريمه مجال تختار رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهوريه، رئيس الجمهوريه ورئيس اقليم كردستان، والناس ما مخونينك بهذه القضيه. والسيد الناس دا يقولوا لك اقول ها هذا الاتحاد مو برنامج حكومي، حتى برنامج حكومي حتى اتفاقات هو باختيار رئيس الوزراء، هل سيكون الاختيار شيعيا ام وطنيا؟ فبالتالي هذا بالتالي القضيه هذه ما راح تصير، واضح انه هذه القضيه النصر وين اتجاهها؟ بس احمد انا يطلع للفضاء، انا جايك النصر إذا كان القضية بهذه الصورة خوب النصر أكثر الأطراف مقبولية، وأنت تعرف أبو جعفر والناس كلها شو خلص يلا بسم الله. بس اسمح لي، عنده موافقات أو شبه موافقات أو عنده اتفاقات أو هناك رأي داخلي، هسه استمزاجا ما أقول نهائيا، استمزاجا رأي داخلي وإقليمي ودولي أنه مثلا الأفضل لهذه المهمة أو من خلال اللقاءات الخاصة، وهناك مشروع أن يحسم هذا الأمر بطريقة بعيدة عن هذه التركيبة وروح جيبهم كلهم واكتب لك البرنامج الحكومي واتفق على بيضات السيد العبادي كلهم بسلة بريت ماغورك. والله شوف أحمد هذا الكلام، هذا الكلام تجني ويا ما قالوا من عام 2014 وإلى اليوم قالوا في عملية الحرب مع داعش، وقالوا لما راح انفتح على المملكة العربية السعودية وصيحة وعميل السعودية، وبعدين
اتضح هذا الكلام مو صحيح. إلى حد قبل أسبوعين الضربة للأخوة الظالمة للأخوة في الكتاعب على الحدود السورية لما نصيحوا هذا إسرائيل وصهيوني وسكت على الضربة الإسرائيلية إلى الحملة مالت البارحة في الموقف من الحصار الظالم كذلك على إيران. في كل مرة طبعا هو أنت لمن عندك إنسان أمامك خصمك شريف خلال 4 سنوات أنت لا لزمت عليه قضية فساد لا جبن لا تهرب لا التراجع عن أداء المسؤولية شنو التهم اللي تدبرها لأنه أنت عندك علاقة مع الأمريكان. بس بديننا كل إحنا على المستوى المعلومات ليش هو بس العبادي مثلا عنده علاقة من الأمريكان في العلاقات الخاصة لو ما شاء الله هذه الأخبار ومواقع التواصل الأمريكي ليش هو أكو واحد ما راح قعد بأحضان الأمريكان وبوس إيديهم وطرح نفسك يعني قبل الانتخابات وبعد الانتخابات وما أعني واحد أبو جعفر أعني كثير من المرشحين وليش رأيت على أبو جعفر أعني كثير من المرشحين في السر وفي العلن لا هذا مو تبرير خوي يعني إذا العبادي عند علاقة وإذا الآخرين لهم علاقة مع الأمريكان أقول تراسل يفترض رئيس وزراء سر عند علاقة بل على الأكثر كيفية اللي يشرح السادة باسم بس على أقل التقادير لا أقول على أقل التقادير على أن رئيس وزراء منذ اللحظة قال أنا رئيس وزراء مدني أنا منفتح علاقاتي متوازنة. بس أنت لما تجيب لمقاوم راح يتفاهم مع الأمريكان هذا أنا شلون أنا أمضيها وشلون أمشيها براغماتية شنو مقاوم إذا ليش مقاوم ليش مقاوم براغماتية مقاوم ليش 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 مقاوم باعتبار عندك الشخص اللي تتمناه مقصوم شلون مقصوم ليش مقصوم وين الأخطاء رئيس وزراء يعطي موقفا في أول يوم تتحدث فيه الولايات المتحدة الأمريكية عن بدء عقوباتها غير مجبر يعطي التزاما لم يطلبه منه أحد خلي شاور خلي ينتظر مجلس النواب عقيد العالم كله رفض الاتحاد الأوروبي يرفض الصين ترفض ولو أسرحنا هسه هذا بالعلن إذا تسمحوا لي هسه هذا بالعلن العراق المرتبط بمصالح مع إيران مشتركة بس اسمح لي يجوز بالسر شال تليفون ويا السيد العبادي ويا جنرال قاسم سليماني قال لي يابا هذا موقف للاستهلاك الأطلس يبون محلي سيد العبادي ترى خوك رسالته كانت خاطئة ليش انا ما جاوبت هذا يقول زعلان هم الايرانيين قابلين بس انا اذا خلينا نجاوب على الدكتور يلا ابو جعفر ايش قد ممكن تاثر هالمستجدات من الولايات المتحده الامريكيه وايران على موقف كل من الدولتين على شخص رئيس الوزراء. ندري إنه إيران مؤثرة في اختيار رئيس الوزراء، واشنطن مؤثرة، لندن مؤثرة، النجف مؤثرة. إيش قد ممكن الأزمة الأخيرة، العقوبات وغيرها، وموقف العبادي، إيش قد راح يأثر على حظوظه؟ الأزمة إيش قد تأثر على اختيار رئيس الوزراء القادم؟ شوف راح الإشكال اللي صار بين الإخوة راح أحله بكلمة. لو حاصل تصريح السيد العبادي يوم أمس مؤثر لكان الإيرانيين ردوا عليه بشكل رسمي دبلوماسية القضية. يعني اليوم انا جارك نتفق وانت تقول هذا الكلام جارك وانت تقول امريكا انا مأيدها بالحصار على ايران كان الايرانيين ردوا الايرانيين هم دهات بالسياسه تعرف فالايرانيين اليوم مؤثر من ايران طبعا احنا موقفنا مو لانه يؤثر على يؤثر على العراق لا دزوا على سفيرنا هناك سلموا مذكره احتجاج بس ما طلع تصريح مثل نصيحة هاي ما ادري انا ما ادري ما تدري بها والله ما لا هم سلموه صح تذكره بس مو وزير الخارجيه كان ويا الايرانيين على كل لا انا اقول لك هالمره استاذ احمد يمكن اول حلقه صارت هنا بعد الانتخابات احنا حكيناها هذه الحكومه سوف لن تكون امريكيه ايرانيه وانا اصر على هذا بالادله والمعطيات يعني لو امريكيه لو ايرانيه لن تكون امريكيه يعني العامل الخارجي ما اتفق معه في هذه الدوره هو في العوامل يعني لن تمزج في مطبخ امريكا نجفيه امريكيه ممكن إيرانية. ممكن نجفيه وممكن نجفيه يعني عراقيه نجفيه كوفيه بس الامريكان سوف يراقبوا الحقيقه سوف يراقبوا استراتيجيهم في المنطقه القائم على 3 اشياء حقيقة أولا تهدئة في سوريا والعراق فتح مجال أمام الإعمار للعودة حتى تنتفع حتى الروس الآن موعديهم ب80 مليار إلى آخره هذا يحتاج له هسه ممكن أتفق وياك لكن بعد شهرين من الانتخابات أكثر من شهرين إيش قصر صارنا 3 دخلنا بالثالث ومفاوضات يومية بالخضراء وخارج الخضراء وجوا الجادرية وفوق الجادرية وبالحنانة وغير الحنانة وروح وجاية ما كنت لحد الآن ما كنت يجي ما تطلع ماكو نتيجه هذا راح يدفع انه الراعي الدولي الاقليمي الصديق
لازم يتدخل. اكو توقيت، اسمح لي استاذ احمد، اكو توقيت عند الامريكان. الايرانيين مو كلش هواي هامهم التوقيت، بس اكو قضيه الناس فهمتها بالعكس. الايرانيين ترى ما يعني مو بمصلحتهم انه العراق يصير فيه فوضى، وانا اكد لك وراح اعطيك بحاجه الى عراق في حكومه حتى يصير رئه اقتصاديه، لان اكو مساحه تدري في القانون الدولي انه دول الجوار ما تصير تحت البريشر مال الحصار، اكو هيك مساحه يعني. وبعدين ما يقدرون يلزمون حدود 1100 كيلو، ممكن تطبب نفط تطلع غاز هواي اشياء. صدام مثلا بالنظام مع الاردن استفاد. فاذا تخيل المشهد الثاني انه اكو فوضى في العراق وماكو حكومه، الايراني راح ينضرون، راح يضطرون يساعدون الشيعة على الاقل. خلينا نحكيها بكل صراحه، لازم يجون يوقفون من الشيعة. بس مرشحي الدعوه ورؤساء وزراء الدعوه اثبتوا قدرتهم، نعم، لانه علاقتهم ويا امريكا زينه. نعم، والسيد المالكي علاقته ويا امريكا زينه، وكان زمنه كانت الطيارات تحمل اسلحه وتروح السوريا، او جنود من العراق يروحون السوريا. المالكي العبادي زمن داعش طيارات الامريكيه فوق وقاسم سليماني على الارض، عندهم قدره. انا مسؤول عن كلامي، ترامب رئيس مختلف. اوباما كان للامانه اقول لك اياها للمعلومه، كان كل ما يعرض الملف العراقي عليه من مستشاري احد مستشاري الصهاينه كان يقول لهما بين قوسين لفظ لا استطيع ان اقوله بالانجليزي انه هذا صنيعه بوش احنا ما لنا علاقه فيه. هذا الرئيس اوباما لمدة 8 سنوات. هذا الرجل يشتغل ديل، يسوي صفقه بها مليارات. الان سوريا 400 مليار، العراق بيه 600 مليار. فهذا يجب ان نحذر منه، لا نتعامل يجب ان نجد مخارج لعلاقتنا مع امريكا وما نخسر ايران بنفس الوقت. هذا يجب ان يترتب بعقل سياسي منفتح مو منغلق. جيد سيد عواد العوادي، رغم انه ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي حصل على 25 مقعد بس، لكن جاي نشوف تاثيره في بناء التحالفات اقوى من جماعة ال 54 مقعد. وهذا قد بحكم تاريخ العلاقة بيناتكم بدولة القانون وسائرون قد يغيظكم، خاصة مع قدرة المالكي على بناء تحالفات بغض النظر عن عدد المقاعد اللي حصل عليها ائتلافه. نعم، أولا أقول ومع الأسف وبمرارة أنه إحنا قادة العراق السياسيين الآن نتباحث ويتصارعون من أجل صراع أمريكي إيراني في الشأن العراقي، والعراق بأمس الحاجة وأحوج ما يمكن إلى أنه نحل مشاكلنا إحنا. إذا إحنا اليوم نريد نخدم مصالحنا ونخدم مصالح إيران ونخدم مصالح أمريكا، نشكل مجلس النواب يأخذ قرارات صحيحة وواقعية، ونشكل حكومة عراقية تعرف شلون تتعامل بالعلاقات الخارجية مو بالتصريحات. موضوع أنا أقول لك صحيح، يمكن تشوف التحراك دولة القانون أقوى من سائرون لسبب بسيط جدا، لأنه أغلب الكتل تتفق مع دولة القانون بتوزيع المغانم والمحاصصة. سائرون ما عنده غير وطن، سائرون الآن تبحث على تشكيل حكومة عراقية من أجل إزالة الفاسدين مو عودة الفاسدين. سائرون تبحث بتشكيل حكومة عراقية لمحاسبة الفاسدين، محاسبة الفاسدين اللي سرقوا العراق واللي سقطوا الموصل واللي هدروا المليارات واللي دماء سالت بالعراق بسبب هؤلاء الفاسدين اللي صدوا في المرحلة. منو يرأس هاي الحكومة؟ دولة القانون بالعكس مشروع. مرة أخرى، منو يرأس؟ احنا جايين يرأسها عراقي مستقل يقدر يتخذ قرار من كتل كل وطنية، سيد عواد، كتل وطنية، سيد عواد، مو كتل محاصصة ولا كتل أغاني. سيد عواد، ائتلافات وأحزاب ودخلت انتخابات، وهذا ديدن السياسة بكل العالم. أنا أجيب 54 مقعد أنطيها المستقل، صحيح. لو عندي ائتلاف جايب 47 مقعد أنطيها المستقل، ليش؟ وإحنا سياستنا تختلف عن العالم. ممتاز ممتاز استاذ العزيز، استاذ العزيز، استاذ احمد والاخوه يعرفون انه من 2003 ولغايه 2018 كل الويلات جربت على العراقيين. اليوم اكو شيء واحد احنا راهن عليه وهو وعي الشارع العراقي. الشارع العراقي ما يقبل، لا يا كتل يا سياسيين يا احزاب، لا تفكرون مره ثانيه تقشمرون الناس بمطالب انه محاربه الفساد جزئيا، تقديم مشروع وهمي، تصريحات من هنا وهنالك. لا، اليوم يجب ان يكون هنالك عمل حقيقي وواقع تقتنع به الناس من اجل تشكيل حكومه. اذا تشكلون حكومه بمحاصصه مستحيل. هذا الراد لرئيس وزراء مدعوم من ائتلاف حاكم قوي يدعمه بالبرلمان ويمشي له قرارات. نعم، خلص مو جيب لي واحد مستقل يصير. نعم،
مع احتراماتنا لكل المستقلين. عفوا المستقل أدوات احمد ادوات بيد الكتل والزعماء الكبار. ماكو مشكله، جيب لي واحد من حزب ما يؤمن بالمحاصصه للاحزاب، جيب لي واحد ما تلطخت ايديه بالفساد، جيب لي واحد ما دافع عن الفاسدين من الاحزاب ويؤمن بالعراق، وايضا تختار كتل وطنيه تحميه في البرلمان ويشكل حكومه ببرنامج قوي. اهلا وسهلا به. مو تجيب لي واحد عنده تجارب خضناها من 2003 ولحد الان، سواء كانت بفشل وبفساد وبمحاصصة، وتجيب لي مرة ثانية تريد السوقة للناس بطريقة استفزازية الشارع كله يعرفه. منو هذا؟ يعني أنت شنو أنت منو؟ يعني منو منو الشخصيات الآن؟ خلينا نكون واقعيين. خلينا منو هذا؟ أسأل خمسة نناقشهم اليوم بالحلقة. المالك مو منهم. إذا جاء الشير للمالك فالمالك مو منهم. اسمع لي. ولا مرشح. مو ولا مرشح. أستاذ باسل. يمكن حتى يتمنى تطلع من الدعوة. استشار. سيدنا تفضل، ما سمعتك. تفضل سيدنا. استاذ باسم ايش اشار؟ قال العبادي، او منو اكثر واحد داعم العبادي غير التيار الصدري من 2014 2018؟ ما حد وقف العبادي غير التيار الصدري. وهسه بدلتوا عليه على المستوى الشعبي او المستوى البرلماني. وهسه بدلتوا عليه لو بعدكم داعمين. لا بس لا قبل هم دعمتوا. لا مو كنا احنا عندنا امل وحيد انه العبادي. العبادي ما يجامل الفاسدين، العبادي فعلا عنده موقف مع الفاسدين وما يهادنهم. العبادي الان في اخر ايامه بانتقائيه، بلش بس بانتقائيه. خلي يجيب لي وزراء حزب الدعوه يحاسبهم، خلي يجيب لي رئيس الوزراء السابق نور المالكي ويقول انه يابا نور المالكي وحدة اثنين ثلاثة، واكو آلاف الملفات على نور المالكي لمحاسبته. ما من المعقول تكون مجاملة على حساب حزب الدعوة أو على حساب من يوالي. أفهم من كلامك إنه شرط السيد مقتدى الصدر لدعم العبادي لولاية ثانية هو أن يدفع بالملفات اللي أنت تقول عليها اللي تخص المالكي للنزاهة، هذا شرطه. لا، أي فاسد وأي فاشل، أي فاسد وأي سارق مهما كان، حتى لو كان من التيار الصدري، حتى لو كان عواد العوادي عنده ملفات يوديها للقضاء، لا يصير انتقائية. واضح يجوز يفاجئنا باكر وبعد باكر وغيره، يفاجئنا بقوائم أسماء ويحيلهم. زين أستاذ أحمد، هسه أخي خلي نلملم أطراف الحديث لأن صارت هو كانت النقاط أنا ما علقت عليهم. حديث السيد العوادي. العوادي اليمني مو العوادي المباشر. شباب شنو قاعد نوقت؟ 10 دقائق، لا 7 دقائق. جيت؟ خلصت وقت عشان شنو 3 دقائق؟ لا بعد طولها بعد. اي ليش بتستثمرون هذا الوضع الحالي، هذا التردد في دعم سائرون للسيد العبادي؟ واطرح انا ائتلاف الفتح والقانون، اطرح الاسم المرشح مالتي. ليش خايفين؟ مشروعنا واضح، ما خايفين. ليش خايف؟ لا خايفين. انا اقول اسال السيد العوادي. خايفين من طرح اي اسم خايف يحترق؟ لا ابدا، احنا ضد نظرية أن نطرح الاسم قبل أن نتفق على المشروع والبرنامج. الأسماء اللي ذكرتها الخمسة متداولة صار لها شهرين، إذا احترقن فاحترقن من زمان، مو ما حد يدري بيهن، مو ما حد سامع بيهن، فمو هذه القضية. لكنه إحنا مثلا الآن السيد العوادي وقبل السيد العلاق وآخرين يتحدثون عن تحالف النصر أو ائتلاف النصر، إحنا ما يتحدثون خطبة المرجعية كلها المواصفات مالتها تنطبق على السيد العبادي. 40 شرط مال السيد مقتدى، سيد العوادي يقول نبي سيد باسم هم ما ينطبقن عليه. بنفس الوقت تصريح الشيخ صلاح العبيدي اللي قبل اسبوع تقريبا يتحدث عن انه السيد العبادي لم يعد مرشحا وفقا للمواصفات، كل هذا. والسيد العوادي يقول احنا اصلا اغلب الكتل السياسيه هي موافقه اصلا ومتكامل الراي حول ان يكون السيد العبادي رئيس وزراء. احنا ما معترضين، ما رافضين، تعالوا بسم الله. احنا مشروعنا هذا، تعال بالفضاء الوطني او في الفضاء الوطني. العوادي اذا سائرون والحكمه والنصر والوطنيه متفقين، خلي يروحون يشكلون الكتلة الأكبر، شنو المانع؟ يلا بسم الله، احنا نروح معارضة، إذا ما عجبتنا هالكتلة نروح معارضة. جيد، واضح، تفعل الصورة هسه. أقول إذا ما عجبت، فإذا أما نحن رأينا التالي، رأينا أن ندعو الجميع في الفضاء الوطني دون عزل، ومن يريد أن يخرج وفقا للبرنامج. أي هذا كلام مترهي، المشكلة أنه جاي نشوف الكل مترهي سيد باسل. هذا مشروعنا. هذا حديث مترهي، فتحوا قانون وعندهم اتفاقات جزوية الكرد، عندهم جزوية القرار. مو لو ويا الجماعة لم نتفق مع أحد. عندكم تفاهمات. ندعو الجميع. قصدي يعني أرضهم صلبة، يعني يبدو أنه خلاص يجي النصر أهلا وسهلا، يجي كله يجون 28 أهلا وسهلا. أقوى عندكم أكثر من اسم لرئاسة الوزراء.
أنا أعتقد بالشكل التالي. مشروع النصر خلال المرحلة الماضية كلها كان النصر واقف بين تحالفين ومحورين يمين ويسار، الأخوة يعرفون. صحيح. وكلاهما حاول أن يضع ضغوط كبيرة على العبادي تحديدا بشدة الطرق، بطريقة التهديد، بطريقة المباحثات، الترهيب، الترغيب، الابتزاز، في أن يجر إلى معادلة واحدة. ما أفهمه أنا، ما أفهمه بناء على بعض المعلومات، العبادي لا يفكر عملية تشكيل الحكومة عند العبادي من الممكن لا يعني تأتي بعد النجاح، هو يفكر إذا ما آلت الأمور إليه في اللحظة كيف ينجح مو كيف يشكل الحكومة، ويعلم باختصار على أن النجاح يتطلب وجود سائرون والفتح، لكن كلاهما لحد هذه اللحظة غير قادر أو غير مطمئن على أن يمضي لحسابات. لا لا جاي يفرضون عليه شروط. نعم هناك شروط كثيره مفروضه عليه في قضايا التشكيله الحكوميه والوزاره والمناصب من وزارات. ابدا هذا كلام من وزارات حسب ما سمعنا في المفاوضات بناء الان ماكو هيك كلام من السائرون فارضين شروط مع سيد عواد عندنا وزارات ونخليك ولايه ثانيه اي سيد باسم كثير. نعم مثل هذا الكلام صار له شو عنده حتى وزارات ابو جعفر هو عنده 47 اذا اخذ رئاسه الوزراء راح تطير من عده 30 35 شط وزارات فضيله يد وزاره عطاءات يد وزاره والمستقبل احمد عزيزي خل اكمل حتى تروح الى روح الى صديقي احمد بلي الرجل برنامجه متوازن الى حد هذه اللحظه متمسك بالتوازن لكن بناء على موقف المرجعيه الاخير واحداث العراق والحث على تشكيل الحكومه فانه عمليه التوازن اما ستمضي بهذه الاطراف الثلاثه طبعا ويتفقون بصيغة معينة على تشكيل الحكومة وإلا أن التوازن سوف لن يكون متاح لفترة طويلة. هذا كل ما أردت أن أقول. يعني التوازن لو عندكم لو ما ساعد غيركم أختم وياك. لا 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 أختم وياك ما عندي غير 20 ثانية معنا. لا لا رتب لي الأسماء الخمسة حسب حظوظهم بنيل رئاسة الوزراء. شوف إن لم يكن العبادي رئيس للوزراء يعني إذا ما أخذ ضمان يعني الأولوية إليه الأولوية نعم إليه إذا ما حصل على ضمانه راح يستمر بالسلطة كما ذكرت لك ما لا يقل عن 5 أشهر إلى 6 أشهر بعدة أساليب وناقشناها بدايتنا زين وسوف يغى دستوري حاكم نعم طبعا بشكل طبيعي توقيتات دستورية طبعا طبعا لا يفوت القطار السابع 30 يوم بعد ذلك والضمانة للعبادي الحقيقة ليس الضمانة أمريكية كافية زين وإنما يجب أن تكون ضمانة شيعية نصف الشيعة الآن ليسوا مع العبادي جيد. نصف عدل لا تحسب يا عم حد يابس ما فيش بعد ذلك سوف ياتي مرشح سوف ياتي بعد ذلك سوف ياتي مرشح فتح ولن ينجح فتح منه مرشحهم لحظه هذه العامل هذا العامل ما عندنا زي العامل ولن ينجح ليش لن ينجح لن ينجح زين وهو يعلم ابو حسن يعلم بعد النصر هو لا ياتي ولا ما ياتي هذا اذا طلعوا موافق حزب الدعوه على ان تخرج السلطه بعد السيد هذا العامري سوف نذهب الى مرشح مستقل وسوف رغم الخلاف بين السيد المالكي والتيار الصدري سوف يتفقون على مرشح مستقل نسيت الثلاث اسماء لا الاخرين لن ينجحوا لن ينجح اي احد من هذه الخمسه عندنا السيد عادل عبد المهدي لن ياتي عبد العزيز هذا عندنا السيد فالح الفياض لا لا هذه احيانا نسوي بروباغندا حتى تمشي الثاني 30 ثانيه سيد عواد العوادي راح يفاجئوكم الدعوه ويطلعون المرشح من الدعوه هسه ما راضي عن العبادي يطلعون مثلا بالسيد طارق نجم والنصر ودوله القانون والفتح تجون احنا وسهلا ما تجون احنا رايحين مرشحنا السيد طارق نجم شو تقول بالسؤال. لا حقيقة اللي نقوله ما من المستحيل طارق نجم يعني يذهب إلى رئاسة الوزراء موضوع طارق نجم موضوع مثل ما قلت لك للاستهلاك بس النقطة المهمة والجوهرية إنه حتى إن نجح الدعوة بتوحيد القانون مع النصر حتى لو نجحت الشارع واضح اكو معارضه راح تصير معارضه قويه راح تصير سواء كان اكو كتل وطنيه 100% راح تذهب للمعارضه وتكون المعارضه اقوى من تشكيل حكومه وهذه الحكومه تستمر 3 اشهر اذا تشكل بهذه الطريقه طريقه تشكل حكومه ومعارضه قويه وهو هذا المطلوب سيد عواد العوادي ممتاز جدا خليني اشكرك شكرا جزيلا سيد عواد العوادي عضو مجلس النواب السابق شكرا جزيلا لك سيد احمد الاسد عضو ائتلاف الفتح شكرا جزيلا لك سيد باسم العوادي الكاتب والمحلل شكرا استاذ احمد شكرا جزيلا لك سيد احمد الابيض الباحث في الشان العراقي شكرا لك شكرا جزيلا لك اشكركم نشوفكم الاحد ان شاء الله.